في ايه؟ انت مين؟ انت مين؟ انا نصر السواق. سواق ايه؟ السواق بتاع مدام ملك. عايز ايه يا نصر؟ يا فندم يا فندم لو سمحت، اللاب بتاعي ذنبه ايه؟ يا سيدي عارف ان اللاب بتاعك، وحد قال ان اللاب بتاعي؟ انا عارف انه بتاعك، عليه شويه بيانات هنبص عليها وبعدين نرجعه لك تاني. يا فندم بالعقل كده بس لو سمحت، ده مفيش جواه عقود ولا حسابات ولا اي حاجه ليها علاقه بيكم اصلا. عارف انما عليه برامج، عليه اعلانات، أيوة. الحاجات ديت بنترجمها لفلوس. فلوس؟ فلوس ايه يا فندم بعد اذنك لو سمحت؟ انت خايف ليه؟ هو عليه حاجه مخله؟ لا يا فندم لو سمحت، يا فندم لو سمحت اللاب يا فندم بعد اذنك. لا واضح ان هم متوصي عليهم رسمي يا استاذ. شكلها كده حد مقدم ضدنا بلاغ. انا اعوذ بالله من قولت انا لما رحت لها وشفت الهيلمان اللي هي فيه قلت لها يا رفام اصحى نفسك شويه يا رفام. الست دي اكيد مليون في الميه متهربه من الضرايب. ما اللي تقدر تزور تقدر تتهرب. صح. انت صح يا ناديه، وانا كمان صح الصح الصح الصح. قولي لي ليه؟ لان استغليت معرفتي بصديقي مدير مكتب مكافحه التهرب الضريبي اللي نفسه منى عين يكسبني 10 طاوله بقاله 10 سنين وانا ما نولتها لوش. يا شيخ انا بابا، بس انت هتستفيد ايه من حاجه زي كده؟ نعم يا اخويا. قلت ايه؟ هتستفيد ايه؟ انت مالك انت؟ انت مالك انت؟ وانا طارق كنش ياد بتحب مريم بحقه حقيقي ولا ايه؟ يا سلام، ومالك مخضوض قوي ليه كده؟ مش ده اللي انت عايزه؟ ولا ايه؟ يعني طب يبقى نقرب المسافات مش نبعدها. وهي يعني كانت قربت وحياه امك، حياه امك الغالي هي كانت قربت. ما انا قاعد رحت لها لغايه عندها وفضلت نطعاني في المكتب اشرب حاجه ساقعه وحاجه سخنه وقهوه وشاي وليمون، ويكلموها في التليفون تقول ايوه 5 دقايق واكون عندكم، وما تجيش اشرب قهوه وليمون وشاي، ويكلموها في التليفون تقول ايوه مسافه السكه واكون عندكم، وما تجيش. لما انا كرشت من كتر الشرب ما جاتش يا اخويا، ما جاتش. في الاخر ادتنا بومبا. اهي مالك دي مفيش خير هيجي من وراها ابدا، دي دماغها ناشفه زي امها. وحل مش هتحل، هي مش قالت لك كده؟ ايوه. خلاص يبقى تجيب مريم هنا وتوريها لابوك، وابوك يقعد معاها ويفهمها هو هيعمل ايه. فاهمه ايه؟ ده انا هجيب لها المحامي بتاع اختها شخصيا، واول ما هيشوفني هيقول لها الراجل ده محترم. طبعا بيشاور عليا انا. طبعا. الراجل ده مش طماع، بيشاور عليا انا. طبعا. ايوه الراجل ده مستعد يتنازل عن نصيبه ليك يا مريم. ما تقلقش يا بابا، كل اللي انت بتقوله ده مريم متاكده منه. هي قالت لك كده؟ هتقول لي ازاي يا ماما؟ هي اصلا خلاص خلاص شاورت يا ماما. يا ساتر. طب لما هي متاكده وعارفه كده كويس، ها ساكت على كده ليه يا بابا؟ ما انت عارف هي مفيش في ايديها حاجه. لا في يا اخوي، في بدل الحاجه حاجات، حاجات كتير قوي. وانا روح اتهالي هنا وانا هعرفها اقول لها بتعمل ايه. الله، انت مش قلت انك هتجيب واحد من الشهر العقاري عشان يلغي التوكيل اللي هي عاملاه لاختها؟ صبرا ناديه صبرا. جينا صبرنا. صبرا، اصبري شويتين هفهمك. انا عاوزها تتاكد الاول بنفسها ان انا مش عاوز حاجه منهم، ساعتها بقى هي بنفسها هتيجي لحد عندي وتقول لي انا عاوزه الغي التوكيل اللي انا عاملاه لاختي. يا عيني البت دي صعبانه عليا قوي قوي قوي، وحاسه كده ان اختها كده بتدبر لها مصيبه. مصيبه بس؟ دي مسكينه، دي اكيد اكيد ما بتعالجهاش. ايوه ما بيجيبلهاش ادويه، ما هي لو بتعالجها كان زمانها خفت يا ناديه، وما بتوكلهاش كمان ولا بتعملها اي حاجه، والود ودها انها تموت عشان هي تلهف كل حاجه. تود ايه بعد الشر عليها؟ وباذنك يا رب الشفاعه هيكون على ايدي ان شاء الله ان شاء الله. بقول لك انت ما قلتليش عملت ايه؟ يا ترى الخاتم عجب ولا ما عجب؟ ما عجب. افتح الباب واجي اقول لك ايه موضوع الخاتم ده بقى. ايوه هي الساعه كام؟ حضرتك جاي لنا البيت تسالني الساعه كام؟ اصل ساعتي مش مظبوطه.
وبعدين تفرق. لو قبل 12 هقول لك صباح الخير، لو بعد 12 هقول لك مساء الخير. يا سكر، مين حضرتك؟ مين يا طارق؟ انا قريبك بس الظروف يعني خلتنا من قبل شويه بعض. مين يا طارق؟ انا عارف واحد جاي بيقول لي الساعه كام. مين حضرتك؟ طارق. هي قالت لي فعلا اسمه طارق طاهر بس انا كنت ناسي. مين اللي قالت لك الاسم؟ انا فهمت. انا اديله حاجه لله ومشيه. الله يسهل لك يا سيدي. ازيك يا عمي؟ عمك مين ده؟ انا عارف، بيقول لي عمي. ماشي يا حبيبي، انا عمك. خير؟ انا خالد الليسي يا عمي. ده ماركه نظارات جديده نازله السوق ولا جرافطات ولا اسم الصيدليه هتفتح جنبنا؟ فاهمني يطلع ايه الليسي ده؟ انا عارف حاجه. لا لا كده كده ازعل، كده ازعل. وبعدين ده لسه بقول ل طاهر، طارق، لسه بقول لطارق ان احنا قرايب. قرايب ازاي يعني؟ هو انا ما قلتلكش؟ لا، انا بقى خالد الليسي جوز مريم بنت اخوك. مريم نهى، هو في ايه؟ دخلوا علينا دخله تقبط ومش عارفين عايزين ايه، واخدين شادي حابسينه جوه. ملك ملك، كل حاجه تخلص بالهدوء. مكتبك فين؟ مش هتفرجيني عليه؟ فين مكتبك؟ عايز اشوف. اتفضل. نمت اخري؟ بصي بقى بابي جايب لك ايه؟ الله، حلوة قوي. ايه رأيك؟ هتسميها ايه؟ اسمها ايه؟ مايلا. حلوة. بس يعني هي حلوة كمان ازاي زي رنا؟ قالي لها حلوة. وحاشة كنت في مدرسة؟ او ممكن احط لها مثلا كتب. ايوه دي. نلبسها الشوز دي. لا وهي رايحة المدرسة تلبس الشوز دي. واليونيفورم ده. لا وفيها كمان دي شنطة بتاعت المدرسة، حاجاتها فيها. ممكن تقلع الجاكيت وتلبسيها الجاكيت ده. حلو. طيب اطلعي بقى العبي بالعروسه في اوضتك عشان هتكلم مع طنط مريم شويه. اوكي يلا بسرعه. اما انت متجوزه من بدري ما قلتوليش ليه؟ خبيتوا عليا ليه؟ ايه خايفه رنا تسمع؟ تلاقيش رنا عارفه كل حاجه. لسه دلوقتي كانت قاعده بتحكي لي على المحضر اللي جالك البيت. يا خساره، علمتوا بنتي الكذب، علمتوها الداري وتخبي عليها حاجات كتير قوي. هو ده اللي انتوا بتعلموه لها؟ هي دي التربيه؟ طبعا انت دلوقتي بتسالي نفسك وتقولي الراجل ده ماله ومالي، اتجوز او ما اتجوزش. لا يا هانم، انت خالت بنتي، بنتي اللي امها سايباها ليل ونهار قاعده معاكي ودايره على حل شعرها. يعني انت اللي بتربيها. عشان كده لازم اعرف عنك كل حاجه، كل كبيره وصغيره. واهم حاجه لازم اعرفها دلوقتي، انتوا ليه خبيتوا عليا موضوع جوازك؟ ايه السر في انكم تخبوا عليا؟ ها؟ انا اقولك، عشان اي مقارنه بيني وبين الصعلوك اللي انت متجوزاه هتبقى النتيجه في صالحي. وطبعا ده مش هيعجب الست هانم ملك، لأنها يهمها إن دايماً أبقى أنا اللي تحت وعيلتكو هي اللي فوق. العيلة اللي كلها ملايكة نزلت من السماء، العيلة اللي ما بتغلطش، عشان كده خبت عليا وكستكو. بس ما عملتش حساب إن السعلوك بتاعك هيجيلي لحد البيت ويحكي لي على كل حاجة. أنا مش جاي أقعد واتضايف، أنا جاي عشان أقول لك كلمة واحدة تبلغيها للست هانم اللي أنا مش عارف أوصلها. بنتي مش هتقعد معاكو أكتر من كده. بنتي هاخدها بالذوق أو بالعافية. لا، أنا هاخدها بالمحكمة. ولعلمك المحكمة سهلة أوي إنها تحكم لي، لأن أمها مش فاضية لها، خصوصاً بعد لما تتجوز البيه رجل الأعمال اللي قد المقام اللي اسمه نديم فخري.